السلام عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من مننا وعلينا. حلقة النهاردة لازم تبقى حلقة نبكي فيها على جيوب أهالي التلاميذ. احنا النهاردة بنشتغل معاكم على الهوا. النهاردة يا جماعة عاوزين نعمل يوم عالمي لمنكوب المدارس وضحايا السبلاي ليست. هتقول لي ايه يا عمرو السبلاي ليست دي؟ ايه يا عمرو السبلاي ليست دي؟ هقول لحضرتك دي حاجة كده استغفر الله العظيم بتطلبها المدرسة، استغفر الله العظيم، عشان نروح نشتريها من مكتبات، استغفر الله العظيم برضو، بتبيعها بأسعار، استغفر الله العظيم، وتخلينا طول الوقت كده بنستغفر ربنا على اللي بيحصل فينا وهو كله ثواب. قال يعني احنا ناقصين مصاريف. وعلى فكرة بلاش الله يخليكم نسمع نغمة طب ما هو الأهالي بتشتكي ليه، ما تروح تودي العيال مدارس حكومة يا جماعة. والنبي والنبي بلاش استفزاز، انا اللي بقول لك بلاش استفزاز. الناس دي موظفين حكومة، الناس دي ناس عادية وناس طبيعية وناس طبقة متوسطة عايزة تعلم عيالها كويس، فبتقطع من قوتها علشان تعلم العيال دي، تقوم تطلع لها تقاليع على شكل السبلاي ليست. يا صلاة النبي احسن. والله العظيم انا مش فاهم خالص ايه اللي بيحصل في المدارس الحكومية اللي هي اصلا ما بتعلمش، فلما الناس دي بتودي عيالها مدارس خاصة والله بتاكل اقل من طقة علشان العيال تتعلم، فتقلل من الفلوس اللي بتروح للدروس الخصوصية. ده بيدفع وده بيدفع، ده بيدفع في دروس خصوصية وده بيدفع في تعليم خاص. مفيش حاجة وسط بقى. احنا كمان بنتكلم عن الانواع والماركات المستفزة قوي يا جماعة، وتقاليع المسميات بقى اللي على مزاجك انت. شوف بقى، لغات حية، لغات ميتة. ما طول عمرنا كنا بنروح المدرسة بزمزمية. هتسألني امتى بقت فلاسك؟ فلاسك امتى؟ اقول لك والله ما اعرفش يا اخويا. ممكن من ساعة ما ابتدت تبقى ورقة مكتوبة يعني كده اسمها السبلاي ليست او قائمة الادوات المكتبية اللي المفروض المدارس طلبها من العيال تجيبها، ده فوق المصاريف الجنونية اللي بتجيبها جنب اللامينيشن. نعم؟ لامينيشن؟ طب حضرتك هتقول لي ايه ده كمان؟ خير اللهم اجعله خير يا رب. هقول لك عقبال املتك، ده بقى الاسم الجديد للجلاد. فاكرين الجلاد؟ والله العظيم ورق البيج ده اللي كنا بنعمله وبعدين نروح ضاربين بسوليتيب من جوه وكبيره كان اخضر. الكلام ده كان زمان، دلوقتي لامينيشن، وقبله قلنا الفلاسك واللانش باج والكلام ده كله. الكلام ده كله دلوقتي خلص، لامينيشن خلاص. الجلاد ده بقى ما بقاش من مستوانا. امال ايه؟ مش بتدفعوا الشيء الفلاني عشان تعلموا عيالكو؟ يبقى لازم تتعاقبوا بقى، لازم كل واحد فيكو يدفع تاني علشان نعلم العيال الصغيرين دول. طب والنبي يا جماعة يعني تتصلوا بينا دلوقتي على الهوا، تتصلوا وتقولوا لنا رأيكم في موضوع السبلاي ليست ده، قائمة الأدوات المكتبية، بدل ما نطلع من هدومنا. الأرقام قدامكم دلوقتي على الشاشة وهتفضل على الشاشة فترة كويسة علشان حضراتكم تاخدوا الرقم ده وتبتدوا تكلمونا، لأننا على الهوا هنبقى مع الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام في وزارة التربية والتعليم. هيجي لنا الحلقة مباشرة على الهوا، هنستقبل تليفونات حضراتكم وهنسمع منه الوزارة بتعمل إيه قدام كل اللي بيجرى في المدارس الخاصة، ونشوف كمان وضع المدارس الحكومية السنة دي اتحسن ولا هنحسنه ازاي وهنعمل ايه. قولوا لنا علف قلبكو، تعالوا حطوا شكوتكو على شكوتنا ونفك سوا. حط همك على همي وتعالى بينا نشتكي، بس اوعى تفكوا من غير ما تكونوا جبتوا الريبرتوار. الايه؟ الريبرتوار. قولوا كده معايا، الايه؟ عشان هيبقى وحش قوي على الصحة. لا يا باشا والله ده مش دواء حساسية خالص حضرتك، ده اختراع جديد. امال ما احنا مقضينا اختراعات. بيعمل ايه البتاع ده بقى؟ البتاع اللي اسمه الريبرتوار ده بيعمل ايه؟ يقوم ابنك انت يضحك عليا انا ويداني البتاع ده هو ويقول لي ده بيطبخ فاصوليا. لا يا عم ده ما بيطبخش فاصوليا. طب هو ايه؟ فاكر سعادتك زمان أجندة التليفونات الصغيرة اللي متقسمة بالحروف على جنب كده بالإنجليزي، ها؟ ABC، وتروح حضرتك ضرب صباعك عند الحرف اللي انت عايزه تفتح، وكنا بنحط البتاعة دي في المحفظة زمان كده. اهي دي
تبقى الريبرتوار. كبروها وبقى الكراسة وسموها ايه؟ سموها ايه؟ الريبرتوار. قال عشان يكتبوا فيها الكلمات الجديدة اللي بياخدوها الولاد في الفصل. طب ما تكتب في اي كشكول ولا اي كراسة يا عم وارحم ضعفي بقى. ابدا لازم الريبرتوار. اللي بيتفرج علينا وحاسس انه هيجيله نقطة ولا حاجة يقوم يشرب بقين مية يبلع ويرجع بقى معانا بعد الفاصل على الهواء معانا ومع حضراتكم. زي ما قلنا تليفوناتكم هنكون مع الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم عشان نتكلم وندردش. انما طبعا مش قبل ما نشوف رأي الناس في الشارع كمان ايه في السبلاي ارد قصدي السبلاي ليست. هلا انديل سألت الناس في الشارع امدوها فلاسكين في وشها ست غرز ورجعت. جبت بكام فلاسك السنه دي؟ جبت ايه؟ فلاسك. فلاتر؟ فلاسك جمع فلاسك. زمزميات. جبت اتنين. والله؟ طب والدنيا تمام؟ الحمد لله تمام. طيب ايه اخبار الريبرتوار؟ اخبار الايه؟ الريبرتوار. ايه الريبرتوار؟ حاجات بيطلبوها من العيال في المدارس. لا ما طلبوش من الحاجات دي لغايه دلوقتي. ما جابوش الريبرتوار السنه دي؟ لا. ينفع كده الاطفال يمشوا من غير ريبرتوار؟ ما اعرفش ايه الريبرتوار ده بصراحه. الميس قالت لك عايزه ريبرتوار؟ ايوه. قالت لك ريبرتوار؟ اكيد. وانت عملت ايه؟ ايه؟ وانت عملت ايه لما هي قالت لك كده؟ انا عملت ايه؟ كتبت. كتبتي؟ كتبتي في الريبرتوار؟ ايوه. طيب هو ايه الريبرتوار ده؟ ممكن تقولي للساده المشاهدين؟ ايه؟ الريبرتوار ده ايه؟ قالت لي ما قالش حد. هي قالت لك ما تقوليش لحد؟ ليه بقى للميس بتطلبها منكم غير الكراريس والجلاد الاحمر والاصفر؟ قالت لكم تجيبوا ايه كمان؟ هو الحقيقه ممكن اقول لك على حاجه، الميس المسات كلهم طالبين جلادات بيج وبني بس مش جلاد بيج وبني؟ طب قالت لك تجيب ريبرتوار؟ ما قالتلكش ريبرتوار؟ هو كله بيج وبني. الحقيقه ما يعرفش يعني. طب جبتوا لانش بوكس ولا بتحط سندوتشات في اكياس؟ لا بنحطها في اكياس. قال لك عايزين ريبرتوار؟ لا. الحمد لله. لا مفيش. طب والفلاسك اخبارها ايه؟ الفلاسك لا مفيش فلاسك دي ما حدش قالنا عليها خالص. مفيش حد قالك عايزين فلاسك؟ لا. مفيش لا. وسبلاي شيت عملت كام السنه دي؟ سبلاي شيت؟ لا ما تقصدي كم كراسه يعني ولا كم ايه؟ تقريبا حوالي 4 كراسات سبلاي شيت. بنتكلم على مستلزمات المدارس، الحاجات يا اختي اللي طالعه جديد اللي هي اللانش بوكس والمش عارفه ايه. جبتي لانش بوكس؟ لانش بوكس ولازم الزمزميه واللانش بوكس والسبلايز والكراسات والوايبس والمناديل، ناقص يقول لنا طقم بايركس وطقم اطباق طبعا حاجات مكلفه وغاليه جدا. انت زمان كان لو حد قال لك هات الكيس وخد لانش بوكس مكان كانش عندنا لانش بوكس. انت بتاخد السندوتشات ازاي؟ في كيس عادي زي من اي حد. ورق جورنال؟ لا ما كانش في ورق الجورنال. يعني ورق الجورنال دي كانت قبلينا بقى ما كانتش بعدينا. جبتي فلاسك السنه دي؟ جمع فلاسك. طبعا جبت كل حاجه، جبت كل حاجه السبلاي. عامله كام بقى كده شاكب راكب؟ حضرتك عامله كتير يعني، مثلا بنتي اللي في كي جي عامله 500. وابني اللي في رابعه ابتدائي عامل له برده بتاع 300 يعني. قالوا لك عايزين ريبرتوار؟ ايه ريبرتوار؟ ايه ريبرتوار؟ حاجه كده هتطلع. لا ما قالولناش لسه. طب ما بتحطيش السندوتشات في اكياس ليه؟ ولادنا ما بيردوش. هما اللي بيقولوا لك؟ طبعا. لو ما جبتلهمش لانش بوك يا ويلنا ما بيعملوا فيكي ايه؟ مش هياكلوا. ما بياخدوهاش اصلا. ولو اخدوها وحطيتها بالعافيه ما بياكلوهاش. اهلا بكم من جديد في الحلقه دي من مننا وعلينا على الهواء مباشره. لاول مره بنقدم حلقه على الهواء من البرنامج، ولكن ده للضرورات لانه الناس كلها عماله تتكلم في التعليم وفي الوجع اللي جاي لها من المدارس. وعشان كده الليله كان لازم نستضيف الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزاره التربيه والتعليم. اهلا وسهلا ومرحبا يا دكتور. اهلا بحضرتك. منورك. منورك. ربنا يخليك. الناس موجوعه. واهلا بالشباب. ربنا يخليك. اهلا بيك. الناس موجوعه. واصلكم ايه؟ هو مفيش شك ان التعليم داخل كل بيت.
احنا عندنا تقريبا 20 مليون طالب، 20 مليون طالب يعني ب 20 مليون اسره، شوف بقى العدد كام. ففعلا التعليم واصل لكل بيت، وطبعا اكيد في زي ما في مدارس كويسه في مدارس برضو محتاجه متابعه اكتر، وده اللي هنتكلم فيه النهارده ان شاء الله. كويس جدا. احنا عندنا تعليم حكومي تمام، المفروض ان الدوره بتوفره بالمجان. مظبوط. وفي تعليم خاص ومدارس تجريبيه ومدارس لغات ومدارس دوليه. تمام. كل هذا الكلام موجود، وده تنوع كبير في سيستم يمكن ما بنشوفش هذا التنوع. عاده التعليم الحكومي طاغي، يمكن احنا شايفين في القاهره بالتحديد واسكندريه اللي هي المدن المدينتين الكبار جدا في مصر، ان عدد المدارس الخاصه واللغات والدوليه والتجريبيه اكبر بكتير دلوقتي الكلام عليهم والتركيز عليهم. اغلب الناس بتقطع من قوتها وتودي هناك علشان اللي حصل في العشر سنين اللي فاتوا، 15 سنه اللي فاتوا. تمام. فاحنا ليه سايبين بقى الناس دي للمدارس الخاصه تتحكم، يعني تاخد فلوس وتعمل اللي هي عايزاه؟ انا هقول لحضرتك باختصار شديد، هو وجود التعليم الخاص الى جانب التعليم الحكومي انا اعتقد انه بيفيد، لكن في اطار ضوابط معينة. التنوع في اطار التكامل حاجة مهمة. احنا عندنا تعليم خاص عربي لغات، وتعليم دولي بكذا منه الامريكان والبريتش والاي جي وحاجات كتير. انا عندنا نماذج من المدارس الدولية مثلا بتعمل توأمة مع بعض المدارس الحكومية، وده الدور بقى اللي احنا المفروض نطلبه من المدارس انها تساعد المدارس الحكومة. يعني عندنا مدرستين اي بي حكوميتين اللي هي الانترناشنال بكالوريا او الثانويه الدوليه بالظبط يعني. كده دول في مدارس دوليه بترعاهم فنيا، وده ده الجميل في الموضوع ان احنا نبدا نرتقي بالتعليم بتاعنا. التعليم الخاص انا عايز اقول لحضرتك ان هو برضو متدرج، يعني في مدارس لغات لغه عربيه بتدرس باللغه العربيه مصاريفها اقل من 2000 جنيه، وفي مدارس لغات برضو مصاريفها فوق ال 7000 جنيه، ثم بقى المدارس الايه؟ الدوليه اللي حضرتك بتتكلم عليها، ودول حوالي 270 مدرسه على مستوى مصر المدارس الدوليه. عندنا في حدود بالظبط كده 2000 مدرسه خاصه بين لغات عربي وبين عربي ولغات، فيهم حوالي 6 مليون طالب على مستوى مصر. مهم جدا المدارس اللي هي مصروفاتها اقل من 2000 جنيه، المدارس دي مش واقفه على رجليها. خلينا نبقى بصراحة كده، المدارس دي بتبص تلاقي هيجيب مدرس بكام، هيصرف بكام. فكان قرار الوزير، قرار الوزارة الأخراني ان هي بتزود 11% من النسبة بتاعتها اللي هي أقل من 2000 جنيه، إلى أن وصلنا للمدارس اللي سبعة اللي مصروفاتها أكتر من 7000 جنيه عملناها 3%. المدارس عايز اطمنك واطمن اخواتنا وبناتنا وكل المستمعين والمشاهدين، هناك آلية لوضع مصروفات المدارس الخاصة. لا، وضع المصروفات له طريقة وله آلية مقننة، فودي اول ما بيبدأ بترخيص المدرسة بيتقدم للتعليم الخاص، ثم الأبنية، ثم تحسب التكلفة، ثم يحسب هامش ربح 15% من المكسب من من الدخل اللي بيعود عليه، وبالتالي اعتقد في آلية واضحة. طيب احنا هنرجع لده لانه في مذاهب كتير جدا في قصة التعليم دي. بمعنى زمان كان في الكتاب عندنا ما كانش الحقيقة لا محتاج مبنى تعليمي ولا حاجة، المهم انه في منهج وفي مدرس والمدرس مؤهل وقادر. لحد النهارده في الهند بيدرسوا تحت الشجره. طبعًا. احنا بندور على ان نطور ونوصل للسبوره الالكترونيه ونوزع التاب او الكمبيوترات اللوحيه على الطلبه في المدارس، ودي تكلفه رهيبه في لكن احنا محتاجين اساسيات التعليم، ان يكون في منهج كويس قوي مبني على فكره معينه. ايوه. ونوصل ده للطالب عن طريق مدرس مؤهل. المدرس المؤهل بقى بغض النظر عن انه بيدي دروس بره ولا بيديش دروس بره، هو قادر، هو لازم يشتغل ويوصل الايه؟ عظيم المعلومه ده. تمام. لكن قبل ما نوصل للنقطه دي في الحوار ابتدت المداخلات، لانه الناس مستنيه حضرتك على احر من الجمر. معانا الاستاذ ياقوت من مدينه 15 مايو. اهلا وسهلا يا استاذ ياقوت. اهلا بك يا فندم. دلوقتي احنا بنتكلم على تطوير التعليم والتعليم والتعليم،
ونجيب من هنا ونجيب من هنا، وان التعليم ابسط ابسط منه ما فيش. يعني انت حضرتك لسه قايل دلوقتي ان احنا كنا بنتعلم في الكتاب، والمشكله دلوقتي ان من اول اولى رياض اطفال او اولى ابتدائي ما فيش تاسيس. المفروض الطفل ما يطلعش من اولى ابتدائي او تانية ابتدائي او تالتة ابتدائي الا ما بيعرف يقرا ويكتب. طول ما عرف يقرا وكتب وفهم هيقدر يواصل، انما انا ما اطلعهوش اوتوماتيك كده على طول على طول على طول، المهم ان انا يعدي سنين نجح. لا، الطفل ما ينجحش ما ينجحش، والمدرس مطلوب منه. هو جاي هنا ليه؟ عشان يطلع لي طالب بيعرف، تلميذ بيعرف يقرا ويكتب. ان ما تمش ده ما تصرفوش ما تصرفلوش حاجه في الاسابه، عشان خاطر هو بياخده على ايه؟ اداء انتاج. فين انتاجه؟ فين انتاجه؟ لما الطفل من اولى ابتدائي بيطلع ما بيعرفش، وتاني ابتدائي لغايه خمسه ابتدائي وبيمشي كده. لكن انا لو اصريت ان المدرس هو نتاجته هو اللي هياخد عليها الحافز بتاعه، يبقى انا خلاص كده قررت ان هو هيشتغل وغصب عنه العيل هيهتم بيه. انما مش هاجي اقول من اول الاولى ابتدائي هياخد مجموعات هياخد دروس هياخد. طب ما خلاص الفكره واضحه جدا يا استاذه اود، كتر خيرك. ودي تمام. نقطه اساسيه، هل في عندنا مداخلات تانية ناخد بيها ملاحظات ونجاوب مره واحده؟ طيب نكمل مع حضرتك. هي نفس الفكره. انا اولا بشكر استاذ ياوت ان فعلا لازم نربط الحوافز بالاداء ده، وده توجه موجود في الوزاره، لان كل ما الانسان بيجتهد وتكافئوا عليه ده خلاص يبقى الاخر هيجتهد، وده في علم الاداره ده كلام رائع. تمام. لكن عايز اقول لها في رياض الاطفال احنا مش بنعلم الولاد، دي مشكله الناس درج اولياء الامور درجوا او اعتادوا على ان رياض الاطفال تعلم قرايه وكتاب. يا جماعه رياض الاطفال انا بقولها اهو بتنمي بتلعب الطفل. ايوه كده، تنمي استعدادات الاطفال، تنمي شخصيته، تحببه في التعلم. اللي عضلات ايديه قادره على انها تستجيب يستجيب. يعني انا بقول كل واحد يتعلم حسب سرعته، لكن لا اجبره ان هو حفظ كم كلمه، هيسمع كم كلمه على فكره، كم سوره كم ايه. دي كده البدايه لان احنا نزعل الناس، نزعل اطفالنا من المدرسه. انا عايز المدرسه رياض الاطفال هي تنميه استعدادات وقدرات وميول الاطفال عن طريق اللعب ونمو شخصيتهم ووجدانهم ايضا. لكن لو اتجهنا ناحيه بقى ناحيه ان انا عايز اعلمه مواد اكاديميه وواجب، انا اعتقد بجد ده كتربوي. طيب وانا هرد على حضرتك واقول لك ده مؤكد كلام واتجاه سليم، لانه هو ده اللي سيد في العالم. يعني بايد كلام حضرتك. تمام. لانه مثلا في التعليم البريطاني من اول رياض الاطفال لحد نهايه سنه 6 كل المطلوب من الطفل انه يعرف يفكر. ايوه. انه يعرف يجيب المعلومه. برافو. انه يبني شخصيه، وده اللي احنا عايزينه، لكن من غير واجبات. لدرجه انه الناس اللي بتودي عيالها مدارس خاصة اجنبيه اللي هو على النظام البريطاني ولا النظام الامريكاني يقولوا لهم راجعين من غير واجب، الاهالي بينزعجوا. هو ده الصح. عايزين يقعدوا يذاكروا لهم في البيت، يقولوا لهم مالكوش دعوه. انا بس بتكلم وهرجع للنقطه الاساسيه تاني، هو احنا وضع المنهج ايه وتاهيل المدرس ايه؟ انا سامع انه كان في خطه ربما بتدرس حاليا بانه يتعمل تاهيل مكثف ل 5000 مدرس، ب 5000 مدرس يبقوا جاهزين، يعني ينزلوا على كلاسترات من المدارس، ينزلوا على مجموعات مدارس كده وياخدوا الناس وتشتغل. مش مهم المبنى بالمناسبه تاني، احنا بنقول التعليم ان شاء الله تحت شجره. العنصر البشري يا استاذ عمرو مهم جدا. طيب احنا بنعمل له ايه بقى؟ انا اقول لك جرب. بس انا عايز اضيف حتى جزئيه اخرى. اولى سنه اولى ابتدائي انا برضو ما اقدرش اعرض التلميذ لفرصه فشل او لرسوب. صحيح هو بينجح من اولى، ده قانون التعليم اللي محدده، بينجح تلقائي. بس احنا كمان في كتبنا الدوريه والوزاره منزلاها البرامج العلاجيه اللي لازم تتعمل للولاد، لان انا القرايه والكتابه من اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي اذا الولد وجد فيها صعوبه اعتقد ان دي هتبقى ام الصعوبات، لانه اللي ما بيعرفش يقرا ولا يكتب ما اعتقد انا كمان انه مش هيعرف لا يفهم علوم ولا يفهم رياضه، هتبقى في مشكله وهتتراكم الصعوبات. طيب ده الجزء بقى اللي حضرتك سالته. ايوه. احنا عندنا جناحين مهمين وهما التنميه المهنيه للمعلمين والمنهج والمناهج. طيب. حضرتك هتسالني احنا عندنا الاكاديميه المهنيه للمعلمين في اساليب عديده للتنميه المهنيه، ان واحد ان هو يطلع ويبقى في برامج. على فكره عندنا مقررات تفاعليه موجوده على موقع الوزاره
ومواقع المديريات ل 19 مكرر تفاعلي، يقدر المعلم بيطلع عليهم، ويقدر الطالب هو كمان يبص عليهم ويتعلم معاهم فردي، يعني يخش على البرنامج والبرنامج يتفاعل معاه لدرجه انه ممكن يعمل محاكاه لتجارب علميه. عندنا الأكاديمية المهنية للمعلمين الجديد فيها، وأنا كنت نائب لها على فكرة قبل ما أبقى رئيس قطاع، وأنا في الأصل مدرس بالمناسبة، يعني قبل وأنا هاجي لك بعدين يا دكتور قبل ما أبقى أصل إحنا متعلمين في مدارس حكومة. طبعا وأنا نتاج مدرسة حكومة، وكنت مدرس في مدرسة حكومة كويس قبل أن أبقى يعني أستاذ في المركز امتحانات وكده. اللي أنا عايز أوصله بقى حضرتك في برنامج في خطة الوزارة، الخطة اللي هي السنة اللي فاتت والسنة دي بنستكمله إلى التنمية المهنية للمعلمين من خلال الهيئة الأكاديمية المهنية للمعلمين، في مدربين معتمدين، في برامج معتمدة. الجديد بقى إن في حاجتين لازم يتعملوا في التدريب، إيه هما؟ تحديد الاحتياجات، يعني مش عندي قرشين أروح أجيب لهم ناس أدرب أصرف القرشين، لكن مين محتاج ايه عشان يتدرب على ايه، ودي واحده من الحاجات هنرجع له. ده احنا كان زمان عندنا مدرسه المعلمات وكان عندنا كشكول التحضير، والدتي كانت مدرسه انا كنت بشوف. لا انا بس عايز اوصل وتجهز. انا عايز اوصل لحضرتك قد ايه في تطوير في الجزئيه دي. تمام. ان في تحديد احتياجات تدريبيه تمام من قوائم برامج كتيره في وسط في 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 اطار المعايير المعلم المدرسي اللي محددها المعايير القوميه سواء لهيئه ضمان الجوده او لوزاره التربيه والتعليم، وبالتالي بنقدر نوصل للنيد اسسمنت او الاحتياجات التدريبيه. تمام. الاهم من ده بقى أيوة. ان التدريبات لما بتتم في منها اللي بيتم على المستوى المركزي، وفي بيتم منها على المستوى المحلي، اللي بيتم فيها بقى على مستوى المدرسه كوحده للتطوير. وعندنا هنا برنامجين في غايه في الروعه هنسمع منهم بعد ما نسمع من الاستاذه اميره من عين شمس في القاهره. معلش انا لازم انا ما كملتش على فكره الناس. معلش ما انا هنكملها، انا قلت لحضرتك هنكمل. استاذه اميره اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. انا كنت عايز اقدم شكوى. نعم يا فندم. للاستاذ أسأله على حاجة، أقوله على حاجة حتى لسه تنزل من مدرسة حكومية. اتفضلي. أنا بنتي في ستة ابتدائي. أيوة ستة؟ أيوة. دخلت رحت السنة في الأجازة جبت الشهادة بتاعتها إن هي ناجحة ومنقولة إلى ستة الابتدائي. أوكي. وبعد كده يوم 24 تسعة يوم السبت رحت دفعت المصاريف بتاعت ستة ولقيتها في سنة ستة. الفصل. ودفعت المصاريف وجبت الكتب. جات لي يوم التلات بتقول لي يا ماما انا سقطت وجايبه ملحق العربي وبقيت في سنه خمسه ونزلوني في الفصل تحت. طب المدرسه قعد يلح عليها. اسم المدرسه ايه يا استاذه اميره؟ اسم المدرسه ايه؟ و اتفضلي. اسم المدرسه المجمع. المجمع ايه؟ المجمع بتاع المرج. المجمع في المجمع في المرج اسمها المجمع بس؟ لا مدرسة. اسمها انا بس عشان لا ما انا لازم اوصل لها. ما هو لازم عشان نوصل للمدرسه نعرف من حضرتك اسم المدرسه بالظبط. الجيل الجديد. الجيل الجديد في المرج. دي حكومه ولا خاصه؟ لا دي حكومه. والمدرس خد من بنتي الوقت بتاع الكتب بتاعها ثابته. انا بس عندي سؤال. اتفضلي. طب دكتور رضا عايز يسال حضرتك سؤال. هم بلغوك ان في دور تاني لبنتك؟ لا ما قاليش حاجه. انا رحت بيكتبوا على السبوره في الاخر الناجحين. انا خدت من بنت انا لقيت بنتي ناجحه من اولى الى صف الثالث الابتدائي. طيب حتى اعلان الناجحين على السبوره من الثلاثه اللي فاتت. دكتور رضا هيتابع الموضوع ده بالتاكيد. ولو حضرتك سبتي رقم تليفونك في الكنترول هنرجع مع زمايلي استاذ مصطفى يسري هياخد الرقم وهيديه للدكتور رضا، وان شاء الله هيكون في اتصال، وانا هبقى اتابع مع دكتور رضا ومع الاستاذ بشير حسن المستشار الاعلامي المعالي الوزير. اتفضلي الاستاذ عمرو من الشرقيه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا استاذ عمرو، اتفضل. تحياتي لحضرتك وضيفك الكريم وكل العاملين على قناه النهار المحترمه. الله يبارك فيك، اتفضل. اولا انا عاوز اتكلم في نقطه مهمه جدا يا استاذ عمرو. هي عده نقاط مكونه في نقطه واحده اللي هي التعليم. ايوه. عندنا مدرستين بالنون، يعني عندنا مدرستين واحنا بنحتفل بانتصارات السادس من اكتوبر وفي بالزعيم انور السادات. عندنا مدرستين تحمل اسم الزعيم الراحل انور السادات وهي مدرسه السادات الابتدائيه. أيوة. في قريه ابو شميس مركز الحسنيه محافظه الشرقيه. قريه ابو شميس مركز الحسنيه شرقيه محافظه الشرقيه. ومدرسه السادات الابتدائيه. أيوة. في قريه جميمه مركز الحسنيه محافظه الشرقيه. جميمه مركز تمام يا عمرو بيه. مدرسة جميمة
ايوه بمركز الحسنيه الشرقيه. يعني عندك جميمه وابو سميس يحملان مدارس ابتدائيه تحمل اسم الزعيم انور السادات. اتفضل يا فندم. ايه المشكله بقى؟ صدر لهم قرار ازاله من سنه، واتزالت مدرسه السادات الابتدائيه وابو سميس من سنه، واتزالت مدرسه جميمه من 5 سنين. حضرتك والطلبه بتسافر بعربيات عشان عند في الابتدائي. تمام. عشان يتلقوا. يعني كان في مدرستين وازيلتا وانت عندك مشكله في انه ما فيش مدرسه قريبه للقريتين دول اللي هم جوه مركز الحسنيه. قريه ابو شميس وقريه جميمه. الحاجه الثانيه حضرتك ان انا عندي في اداره التعليميه بمركز الحسنيه عندنا، لو تعلم ان مدينه الحسنيه عمرو بيه قد محافظه بورسعيد من حيث المساحه ومن حيث السكان، وقد محافظه بورسعيد. ولو جيت تبص هتلاقي يعني سوء في التوزيع عندنا، عجز في المدرسين رهيب. يعني ممكن ابو حماد اللي هي انا سعيد انكم بتقولوا الكلام ده، لانه اكيد الدكتور رضا اول ما هيوصلوا هيبتدي يتصرف. هو خد دلوقتي برضو يا استاذ عمرو تفاصيل المدرستين والقريتين وقصة عجز المدرسين اللي في مركز الحسنية الشرقية. بشكر حضرتك وباخد الأستاذ محمد من الشرقية برضو. شمعنا الشرقية الليلة يا شباب؟ أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أستاذ محمد. مساء الخير يا فندم، وبحييك وبحيي قصة البرنامج. اتفضل. ألو. أيوه اتفضل. اتفضل يا محمد. اتفضل يا فندم. عندنا حضرتك مشكلة في مركز الحسنية برضو. مركز الحسنية عندنا يا فندم عندنا عجز في المدرسين. انا بشكر الاستاذ اللي كان بيتكلم حضرتك دلوقتي، انا اعرفه برضه. ايوه كان بيتكلم، هو نفس المشكله برضه عندنا في مركز الحسنيه وقرى مركز الحسنيه جميعا. طيب يبدو انه لازم نشوف عدد السكان وعدد الطلاب مع عدد المدارس. ودكتور رضا يا استاذ محمد هيشوف المنطقه دي، وان شاء الله باذن الله رب العالمين انا هتابع ناخد رد من سعادته ونقوله باذن الله خلال هذا الأسبوع أو على نهاية هذا الأسبوع بإذن الله تكون الأمور اتدرست، وربما يكون في بعض القرارات اتخذت، وإن شاء الله ربنا ييسر الحال. وناخد الأستاذ أدهم من اسكندرية. أستاذ أدهم. أيوة. وعليكم السلام. اتفضل. دلوقتي حضرتك أنا في أولى ثانوي في مدرسة المسيري المشتركة. مدرسة إيه؟ المسيري المشتركة. مدرسة المسيري المشتركة في حي إيه؟ العامية. في العمرية. تمام. دلوقتي حضرتك عندنا المدرسة بنظام رشاوي وكده، وانا اصلا ساكن يعني ازاي يعني. بس خد بالك من اللي انت بتقوله، لانه اللي بتقوله ده وانا علشان انت في اولى ثانوي لازم انبهك، لو في حاجة معينة بتحصل لازم يكون لها اثباتات. بس هو في شكوى عموما واضح ان في شيء مش مظبوط جوه المدرسة. نقول ايه؟ كمل يا ادهم. إدارة إيه العمرية؟ علشان أنجح لازم آخد دروس، وأنا أصلاً مصروفي في اليوم لوحدها 15 جنيه. يعني أنت يعني أنا لاحق على الدروس، فلوس الدروس، ولا لاحق على فلوس طيب، أنا متهيألي إن دي شكوى متعلقة بالنجاح والرسوب أوكي. والمستوى الدراسي. أدهم الفكرة واضحة. دكتور رضا برضو بإذن الله لو سمحت هيقولوا لنا الكلام ده كله، وإن شاء الله هنقول امتى هنعلن الردود على اللي وصلنا من الاتصالات. وارجع انا حابب اعلق على الحاجات، لان ده جزء من التواصل. حضرتك تحب تكمل الفكره الاول ولا لا؟ شفت انا مش ناسي ازاي؟ لا لا ولا انا ناسي كمان. انا بقول للاستاذه اميره اتصل بينا، ولو في اجراء هيتخذ حقك هتاخديه، واللي متسبب في هذا الامر هيحل شؤون قانونيه. اللي هو الولد ابنها اللي نجح، واللي هي قالوا لها نجح وبعدين أيوة هي بعد كده طلع عنده ملحق لغه عربيه. الاستاذ عمرو الشرقيه، المدرستين اللي زالوا اكيد مليون المية في قرار ازاله، لان في خطر، لكن المفروض هيئه الامنيه بسرعه تبني المدارس دي. هنرجع لهيئه الامنيه ونشوف الامر وضعه ايه. تمام. موضوع بقى اللي هو ايه؟ قريه الحسنيه وسوء التوزيع. على فكره في كتاب دوري 17 بيقول ان لازم نوزع المعلمين على الجداول وعلى المدارس، وده لازم يتم. وعلى فكره ده شغل المديريات والادارات، لكن ما يمنعش، انا بقول في رقم ساخن عندنا في الوزاره ممكن نعرفه ابدا. اطلب من زمايلي لما تسمعوهم الدكتور رضا حطوا الرقم الخط الساخن بتاع الوزاره، ده خدمه عشان المواطنين. اي شكاوى هترفع مباشره مع الوزير وهيتخذ فيها على طول اجراء. وشوفوا 19126 19126 هو الخط الساخن لشكاوى والتعليم اللي بيوصل لمعالي الوزير مباشرة، اللي عنده مشكلة
يكلمهم على 19126. اطلب من زمايلي انهم يحطوا الرقم على الشاشة الفترة علشان الناس تاخده ويتصلوا بالوزارة لتسجيل هذه الشكاوى. وكمان يا استاذ عمرو يرجعوا للادارات والمديريات، يعني انا عايزه برضو يلجا للمديرية وللادارة وبعدين يرجع يجي لي انا كمان، بحيث ان انا اقدر في الحالة ديت اشوف المديرية ما نفذتش ازاي، الإدارة ما نفذتش ازاي. انا متأكد انهم بيروحوا، يعني أوكي. هقول لحضرتك حتى في التحويل هيقول في شكوته والورق والكلام ده كله، يعني انت عارف انه في قدرة، في ناس كويسين جدا بالمناسبة دكتور. طبعا وعلى فكرة ناس في مدارس خاصة رائعة، وفي مدارس خاصة طلع منها أوائل الثانوية العامة، وفي نماذج كتيرة كويسة. طيب في مدارس بتتجاوز، احنا دورنا بقى ايه؟ نضبط هذا التجاوز ونراقبهم. طيب حضرتك كمل الفكرة. هكمل فكرتي. في برنامجين مهمين جدا. البرنامج اللي اسمه التعليم أولا. أيوة. ده برنامج تدريبي. نعم. معمول بشراكة مع المجتمع المدني، وده بياخد المدرسة كوحدة تطوير. في برنامج أيضا، وده برنامج أنا شايفه مثال للتدريب وللتنمية المهنية الرائعة، والمعلمون أولا، وده تبع صندوق تحيا مصر والمجلس الشاري لرئاسة الجمهورية. فكرته ببساطة شديدة أنه بياخد 5 أو 6 من المدرسة، يدربهم على أنهم يبقوا قادة التغيير والتنمية المهنية جوه المدرسة، على اعتبار أن زمايلهم هيسيبوهم. يعني إيه؟ ما حضرتك عارف يعني لما واحد بيجي يطور اللي مش قادر يتطور بيشد رجله وكده، يعني انا باخد ودي معايا. بص حضرتك استاذ عمرو، مقاومه التغيير وانت تعلم ذلك واحده دي ثقافه سائده طبعا، لكن ازاي ادير التغيير هو السؤال. او لو انا دول راح وجم عملوا بقى عليهم رياسه مفيش حاجه هتحصل. تمام. لكن المنتورشيب او الارشاد هم بيلاقوا إيه؟ انجح انت الاول، يعني انت بعد ما تروح التدريب اللي تاخدته ده. نعم. اكيد انت اتغيرت، الناس شافوك اتغيرت، وبالتالي هيبداوا يحصل تأثير للمدرسة. اللي أنا عايز أقصده اللي هو التدريب على رأس العمل، وده واحد من أساليب التنمية المهنية الرائعة، بتفرق قوي. يعني إن أنا بدرب بعيد عن المدرسة، لما بدرب جوه المدرسة كأني بدرب على المهارات الحقيقية المطلوب تنميتها. دول مثلا مثالين لبرنامجين غير اللي مدرك في موازنة الوزارة مع الأكاديمية المهنية للمعلمين. أنا بقول لك اطمئن، في تدريبات مهمة جدا وكويسة. أهم حاجة نلاقي الحاجة الأهم بقى فضل. الأهم هو انا حددت احتياجات ودربت. السؤال بقى فين اثر ده؟ هو ده المهم. انا يعني في تقويم اثر التدريب، وده واحد من مكلف المركز القومي للامتحانات. جهه بعيد ما نفذتش التدريب، يعني دايما اللي ينفذ مش هو اللي يحكم، يخلي اللي ينفذ تبقى جهه، واللي يحكم تبقى جهه. فالمركز القومي للامتحانات في قسم اسمه التدريب والاعلام، اللي انا اصلا بنتمي إليه، ده هيعمل تقويم أثر البرامج التدريبية ويقول لنا الجهات دي ناجحة بدرجة كام، المهارات دي اتنمت ولا ما اتنمتش. فالحقيقة وإذا كان في مشاكل وممكن تخطيها عشان التطوير. ما هو يا جماعة أنا لما هناخد قد إيه في القصة دي يا دكتور؟ شغالين. ده احنا أقصد أثرها الملموس على نطاق واسع. هو أثر البرنامج التدريبي لما يحب تقيس أثره بعدها بثلاث أشهر. يعني يحضر التدريب وبعدها بثلاث اشهر او شهرين تروح تشوف. طب دول اتطبقوا في كم مدرسه؟ فين عندنا المركز القومي للامتحانات شغال حاليا مع بدء خطه الاكاديميه، لانها بتبدا من شهر 8 اللي فات. يعني ابتدت من شهر 8 اللي فات. تدرب عندنا سنه او اتنين هنلاقي في ربوع الجمهوريه فرق واضح في مدى جوده التعليم؟ في بقى لا ده سؤال كبير. ايوه عشان بس نبقى لا ما انا لازم احط الامور في جوده في التعليم، يعني معناها جوده المنظومه كلها. مظبوط. يعني مناهج. لا انا عايز اتكلم على المناهج والمعلم. انا بتكلم عن المعلم دلوقتي. الاقي المعلم اداؤه ارتفع. تمام. المعلم اداؤه ارتفع، والمعلم ركن اساسي في المنظومه التعليميه. انا يا جماعه بجد في حاجه، احنا عندنا اشكاليه بقى، ان احنا شويه من معلم مجموعه من معلمينا مع اولياء امورنا متخيلين ان المحتوى ده لازم يتحفظ للولاد. ما هي دي الازمه. احنا عندنا نواتج تعلم، يعني الدرس ده او المنهج ده لما اتعمل ليه؟ مثلا اللغه العربيه، عشان الولد يعرف يعبر عن فكرته، يعرف يتواصل مع الاخر، يعرف ينطق بشكل كويس، ده يعرف يبقى عنده تفكير ناقد، واخد بال حضرتك؟ كريتيكال ثينكينج. عنده احترام العمل الجماعي. بس مش ده اللي بيتقاس عليه في الامتحانات؟ ما هي دي منظومه، يعني دي جزء من المنظومه. ما ده جزء الامتحان. اقول لك انا إيه؟ المفروض ده جزء من التقويم التكويني اللي اثناء الدراسه، وبعدين الجزء التحصيلي اللي بيبقى في نهايه الفصل الدراسي. تمام. فده في بطاقه الملاحظه بيتقاس في دفتر المعلم المفروض. تمام. لان فعلا زي ما حضرتك بتصير، اللي ما بيتقومش ما بيت ايه انا معاك اللي ما بيتقومش ما بيلقاش
اهتمام. تمام. ده بالنسبة للمعلم وتدريبه في خطة الوزارة. احنا مستهدفين عدد كبير جدا للتدريب، واهم من ده بقى جودة التدريب. اخر نقطة، لان شايف حضرتك عايز تنقل، انا هنقل معاك انا كمان اهو. الاكاديمية المهنية للمعلمين كانت منغمسة في تنفيذ التدريب، وهذا ليس الدور الحقيقي. عدنا هيكلتها وبتراجع قانون انشائها الان، انها تبقى منظم للخدمة وضامن جودة للخدمة وليست منفذ الخدمة. التنفيذ هيتم عن طريق مراكز التدريب برا؟ ايوه، عن التنفيذ، عن الجهات اللي هي بتعتمدها والمدربين اللي هي بيعتمدهم ومراكز تدريب المنتشرة في كل انحاء مصر في المديريات والادارات التعليمية، وتضمن هي جودة هذا التدريب. طب واضح. هل لسه معانا الاستاذ سند من اسكندرية على التليفون؟ استاذ سند من اسكندرية على التليفون معانا؟ طيب زمانه تعب. انا عايز اقول لكم انه معلش انا بعتذر لك يا استاذ سند، وبعتذر للمجموعه اللي كانت موجوده، بس كان لازم الدكتور رضا يعبر عن الجهد المبذول وناخد منه ايه اللي بيتحط بالظبط. طيب القصه بتاعه السبلاي ليست والمدارس الخاصه اللي هنرجع لها دلوقتي، راحت هلا انديل تاني ونزلت وراحت ترصدها وتشوف الوجع المرتبط بيها. تعالوا نشوف ونرجع نكمل مع بعض. الواحد يفتكر زمان لما كانت السنة بتبدأ، نبدأ نحضر الورقة علشان نكتب وكل مستر عدد الكشاكيل والكراريس المسطرة، والسطر وسطر والصفحة وصفحة والرسم والمش عارفة ايه، وكل مدرس يجود ويطلب جلاد لون، ده غير المقلمة اللي لما ظهرت كانت اختراع. النهاردة الموضوع ما بقاش قاصر على اختراع المقلمة، لأ، الفزلكة المدرسية خدت أشكال كتير. رحبوا معانا بالمولود الجديد، اللانش بوكس، وودعوا زمن الكياس البلاستيك ولف السندوتشات في الورق. لا لا، ده موجود كل من زمان، موجود قبل كده كتير يعني، ما ده مش حاجه جديده، ولا تقليعه ولا حاجه، لا دي موجوده، واللي ده شيء طبيعي ان اي طفل يبقى معاه لانش بوكس يحط فيه اكله وكده يحافظ على الحاجه اللي معايا يعني. لا لا، اصل انا ابن كبير مع يعني مش ما بيطلب ما طلبوش الحاجات دي، حتى وهو صغير برضو ما طلبوش الحاجات دي. كل حاجه مكلفه لان كل حاجه زادت يعني، حتى النوت بوكس اللي كنت بتشتريها السنه اللي فاتت بسعر السنه دي زايده كتير، مش قليل يعني. معاهم لانش بوك؟ اه. جبتي لانش بوك؟ بوفي نشوف اللانش بوك عشان الموضه بتاعه السنه للاسف النهارده مش معايا. يعني اليوم الدراسي بقى اطول من الاول، يعني بيروح من الساعه 8 للساعه 3، الساندوتش يقعد يستحمل ده كله، لازم اللانش بوكس بيحافظ عليه. طلبوا منك حاجه اسمها ريبياتور؟ ايه ريبياتور ده؟ شيء جيبي لانش بوكس كل سنه؟ اه. بتعملي بيها ايه؟ بحط فيه ساندوتشات. بتحطيهاش في اكياس ليه؟ عشان انا عندي لانش بوكس. منورين، والحلقة وقتها بيجري، والحوار مع دكتور رضا حجازي مش عايز يخلص، لأنه حوار التعليم حوار يعني له شجون كبيرة. أنا عايز قبل ما انتقل لسؤالي الأخير مع الدكتور رضا، في معانا الأستاذ، قولوا لي على الأستاذ فرج مدير المدرسة اللي اشتكت منها مدام أميرة على المدرسة. اتفضل يا أستاذ فرج. اللي هي الجيل الجديد. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا فندم. سعادتك فرج الدين مدير مدرسه الجيل الجديد الفتره النسائيه يا فندم. اتفضل يا فندم. سعادتك بنتي الشاكيه اللي هي بتقول ان هي ما حضرتش الامتحان، سعادتك هي ما حضرتش الامتحان من اساسه، وهي بس خدت شهاده وخدت من على السبوره انها ناجحه في سنه خمسه اللي هي فندم. لا يا فندم، لا يا فندم، هي مش ناجحه ولا حاجه، ده هي سعادتك ما حضرتش، كان عندها ملحق لغه عربيه وما بلغوها بان في ملحق. بلغتوها بان في ملحق. لا يا بلغناها سعادتك عن طريق الست مراسلات. عن طريق المراسلات انت يعني بالبريد ولا أيوة. ولا بريد مسجل ولا وضعك ايه؟ طبعا يا فندم. طيب. خطاب مسجل، واتضح ان الخطاب الذي تم الارسال اليها كان مش هو، هم كاتبين عنوان غلط. كاتبين عنوان غلط؟ ايوه يا فندم، وباعتراف والدها. طيب انا يعني المساله دي الدكتور رضا هيبص فيها، ومن المؤكد ان شاء الله انه المدرسه لو عايزه يعني لو ما عليهاش حاجه كله تمام، ربنا يسر حال. دكتور هسال حضرتك سؤال اخير. انا كنت عايز اوكي التقرير بس. اتفضل. طب
طالما الحاجة استخدام للشخص للطفل طيب أنا هقول لحضرتك حاجات مش استخدام للطفل. أوكي. بشاورات للصبابير. لا بص، لما يتاخد من كل طفل بشاورة لصبورة في مدرسة ممكن يكون فيها 1000 طفل، تتلم 1000 بشاورة، ده يبقى للطفل؟ لا بص حضرتك، علبة أقلام 12 قلم مش عارف بك، تطلب من أول السنة، ده لازم ودلون كذا. بص حضرتك، أولا احنا في كتاب دوري طالع. حتى التبرعات لا يجبر أي ولي أمر على التبرع ولا الهدايا العينية. وإذا كان هيدفع تبرع من تلقاء ذاته لازم يطمئن أنه تسجل في 123 اللي هو الإيصال الأحمر ده. تمام. عشان يبقى دخل الحساب الموحد كويس، ولو هي حاجة عينية تبقى بتضاف في العهدة. طيب، ولو في طلب فلوس من ولي الأمر يعني بطريقة مش مظبوط من حقه ياخدها تاني. الأمر اللي حضرتك بتحكي ليه والمبالغة اللي حضرتك بتحكي ليها يبلغوا الإدارة ويبلغوا المديرية ويبلغونا، ده غير شرعي. طيب أنا هقول لحضرتك بقى المقترح علشان قصة المدارس الخاصة واللغات والأجنبية والناس اللي بتدفع. وحضرتك قلت عشان بس الناس فاهمة ان كل ما بنتكلم في موضوع المدارس الخاصة ان احنا بنتكلم عن الناس الاغنياء، وما دام اغنياء خد منهم زي ما انت عايز. لا حضرتك قلت ان في مدارس ب2000 وغيره، وناس كتير ناس كتير بتقطع من قوتها والله عشان تعمل ده لولادها، لانه التعليم هو الاهم. تاني، الموضوع مش عنطزة والموضوع مش فشخرة، الموضوع في عظم تكوين تعليم الانسان المصري اللي جاي، اللي هو المفروض يجي في يوم من الايام حد منهم يقعد مكاني، وحد صحيح يكون صحيح مكان صحيح دكتور رضا صحيح، ومكان الحكومه اللي موجوده ومكان الساده المسؤولين. انا السؤال، ليه العلاقه ما بين الاهالي والمدارس غير منظمه بعقد؟ انا كنت بشتغل مع جهه اجنبيه كده، فقالوا لي هو انت بتدفع كام في المدارس؟ فقلت لهم كذا، قالوا لي ممكن نبص على العقد. قلت لهم عقد ايه؟ قالوا لي احنا عندنا لازم نكتب عقد، ما هو مدام حضرتك دفعت هتاخد خدمه. انت عليك التزامات سواء في الدفع او في امور معينه مع التلميذ جوه البيت، والمدرسه عليها انها ما تغيرش المدرس خلال السنه الا لمشكله قهريه، انه المدرس لا قدر الله مرض، جات له حاجه بتاع مش عارف ايه، لازم يكون مختص، لازم يكون في قيود على نسب زياده المصاريف، لازم ياكد لك انه بيوفر مستلزمات معينه جوه. فلما تيجي كمان مدارس الاجنبيه دي اللي هي الاي جي والامريكان دبلوما والحاجات دي كلها، وتطلب من العيال حاجات كتير والمصاريف تزيد بشكل هميوني كل سنه، لابد يكون في عمليه تنظيم. المقترح ابرام عقد بين الاهالي والمدارس الخاصه، كل طرف من الطرف الاول والطرف الثاني يلتزموا بالتزامات محدده، ويفترض ان ده عقد تحطه الوزاره لانها تعلم ما على المدارس من اعباء وما على الاهالي من اعباء. بص حضرتك، نعم، في قرارات منظمه لهذا الشان قويه جدا موجوده، قرار وزاري 422 وقرار وزاري 420 بيقول ان المصروفات بتحدد ازاي. المدرسه لما بترخص بيجي لها بتعمل لائحه، اللائحه بتاعتها دي بيبقى فيها المعلمين وفيها المصروفات وفيها الطريقه كلها. يعني انا لازم ارخص للمعلم، لازم يكون مؤهل تربوي، والمعلم ده قانون العمل بقى بيحكمه اللي هو. بس انت هنا كمان بتجيب مدرسين اجانب من دول اخرى. لا ده انت اجنبيه ما انا أقول لا، هي هل دي نسبة مدارس على راسها ريشه؟ لا استناني. طيب. لا لا، ما على فكره هي لها نسبه 10% اللي هي الترخيص بمعلمين اجانب فقط لا غير، وممنوع منعا باتا تحصيل مصروفات الا بالجنيه المصري، وهناك مدارس. هو طبيعي بس هو بيزيد على نسب الدولار. هل انتم علشان موضوع حضرتك الدولار ده ارض؟ لا لا، انت بتروح امريكا بتتعامل بالجنيه؟ لا، بتتعامل بايه؟ بالدولار. تمام. هما الوقت على ارض مصريه يبقى يتعامل بالايه؟ كويس، يتعامل بالجنيه المصري. حلو. وده وفق القانون، يعني احنا مش وفق القانون. أيوة. هل بالامكان ان احنا نبرم مثل عقد؟ هل ممكن الوزاره تبص في هذا المقترح؟ انا في المقترح ايه؟ مقترح ابرام عقد بين الاهالي، ما انت عندك وما بين اصحاب المدارس الخاصه واللغات والتجريبيه. هو في لوائح منظمه للعمل بين الوزاره والمدارس الخاصه. نعم. في بقى مجالس اباء وامناء، مجالس الاباء والامناء تمثل الاباء والاهالي، هي همزه الوصل ما بينهم الاثنين. طب ممكن نضيف في اللوائح اذا قصه العقد مش يعني مش عايزين والله ندرسها نحطها في قائمه التزامات من المدرسه امام الاهالي، تعلق في صداره المدرسه أولاً بشكل دائم. أولاً المصروفات إحنا شرطين إن المدرسة أولاً تعلن مصروفاتها على قائمة على موقع الوزارة وعلى أماكن بارزة في مدخل المدرسة.
بحيث ان يبقى ولي الامر هو ده المصروفات بس التزاماتها كامله والالتزامات كامله وده ده ما فيش فيه مشكله ابدا يعني ربنا بس المصروفات بتعلق في مكان بارز في المدرسه. اشكرك شكرا جزيلا. انا اللي بشكر حضرتك. الحديث ما انتهاش، من المؤكد لازم يكون ان شاء الله في حلقات اخرى عن هذا الهم الرئيسي عند المصريين كلهم في مننا وعلينا. انا كمان بشكركم لانه اهو الدكتور بيقول لك في حاجات لازم تبقى متعلقه بوضوح في المدرسه، المصروفات لازم تبقى متعلقه بوضوح في المدرسه، الالتزامات. وانا بقول لكم لازم كمان احنا نكلم علي الوزير ونكلم دكتور رضا ونكلم كل المسؤولين، واعتقد انه في ناس كتير سمعاني، بضروره ابرام هذا العقد بين المدرسه وما بين الاهالي اللي يروح يقدم على اللي عيله على بتاع عشان الامور تفضل واضحه، وما بين ولو المدارس اخلت يبقى عليها مشكله، واذا الاهالي اخلت بما عليها كمان تبقى مشكله، لان الموضوع ايه؟ مننا وعلينا، وهو ده اللي مع شحيبر. دكتور شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. تعالوا روحوا مع شحيبر وتصبحوا على خير. وده ايه ده كمان؟ كلها دي ادويه؟ هو مين من العيال عيان؟ سبلاي؟ سبلاي ايه؟ سبلاي ليست؟ ليست وحدك حبيبها. وده يطلع ايه يا ولاد؟ تعالوا كده جنب ابوكم واشرحوا قلبه واشرحوا له الليست دي. وبعدين هي مش ليست دي يعني قايمه؟ بيطلبوا من العيال قايمه؟ انا بعتهم يدرسوا ولا يتجوزوا؟ استر علينا يا رب. الفلاسك، وده يطلع ايه الفلاسك؟ فلاسكة وحدك حبيباها. يعني كاس؟ طب ما تقولوا كاس، كاس العذاب يا قلبي. 3 لتر مطهرات، طبعا محتاجين مطهرات عشان جتتنا اللي بقت كلها جروح من الليست. مناديل، لزوم البوك على فلوسك ابو الشحابير. يعني اقلام بالدست، بالدست. هو العيال هتتعلم ولا هتتاجر ولا هتبقى من اصحاب الاعمال يا اخوانا؟ مش كده. لا 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 لا، واقي شمس. ليه؟ انتوا ناويين تعذبوا العيال كمان؟ حبايبي يا ولادي، طب ما تطلبي واخر رصاص بالمره. لا 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 لا، ايه ده كمان؟ طقم كوبايات؟ طب هو ينفع كده بالذمه؟ يطلب الكوبايات من غير الاطباق والشوك والمعالق والسكاكين والحلل والصواني؟ ايه؟ الله، ده بجد؟ ماذا بعيني هنا ارى؟ مقص دبابيس، ورق مقوى، سلوفان. طب ولزومها ايه التكاليف دي بس يا اخوانا؟ مش عايزين هدايا ولا يحزنون. لا لا لا، انا مش مكمل، انا راجل مريض وقلبي الصغير لا يحتمل. مشكرين مدرسه، واجبكم وصل يا جماعه. مش كده يا جماعه، ده انا ناقص اوصل لهم غاز طبيعي في المدرسه. انا كده فهمت بقى عناوين الاخبار. تلاقيهم شويه ابهات غلابه لبسوا كام سبلاي ليست من دي، فقرروا يعملوا الصوت والمسلح اياه، وكله فدا السبلاي. سبلاي في الهواء الشاشي وانت ما تدراشي. عشان عليك يا رب.